كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. ومرحبا بكم اختي بلوك جديد، ومرحبا بكم في نهار جديد. غادي تشوفوا هذا الصالون، هذا غادي تقولوا وي ام فينكي. لقيتوني جيت عند ماما اليوم الجمعه، جمعه مباركه تدخل عليكم اختي بالصحه والسلامه وباش ما كتمناو. وشكرا لكم على التعاليق الزوينه ديالكم ولي لايك الغزالين اللي كتخليو ليا، لهلا يخطيكم. ايوا اختي اليوم جيت نتغدى مع الدار، صراحه كنحمق على نهار الجمعه وكنحمق على كسيكسو ديال ماما، وقلت هاد الجمعه هادي غادي نجي نتغدى معاهم وداكشي. ايوا وندوزو ان شاء الله هاد الويكاند هنايا. صراحه شحال هادي ما جيت، هادي 15 يوم ما جيت. ايوا قلت غادي نبدا معكم اختي الفيديو، ورقيتوني دابا يلاه دخلت. المهم نشارك معكم هاد النهار ولا هاد الويكاند كيفاش غيدوز، وها نتوما معايا. يلا البنات خليكم معايا في الفيديو، ما تنساوش تخليو ليا لي لايك ديالكم ولي كومونتير زوينين ديالكم. بوسه ليكم كبيره والهلا يخطيكم. جيتني شان الكوزينه، الله على ريحه في الكوزينه وعلى ريحه ديال الكسكسو. هنايا راه ماما كتفور دابا التفويره الاخرى ديال الكسكسو. انا اختي ما عرفت شنو دايره، نشوف هنا الخضيره ديال الكسكسو دايرها بوحديتها. الله على ريحه يا البنات، متهيتكم. ناري ناري ناري، عرفتوا شنو؟ فاش ما كناكلش جمعه كسكسو وجمعه الاخرى عاد كناكلو كنجي مشايه. وخا صراحه فاش كنكون في داري بعد المرات ملي ما كنديروش كتعطيني جارتي الله يعطيها الخير كوكو سعيده، كنقول لك من هنا شكرا اختي على كسكسو ديالك وتبارك الله عليك حتى هو. ودابا اختي غنتسناو ماما باش تحط لينا هذا الخير وندوزو نتغداو، وها نتوما معايا. هو اختي كسكسو ديالنا وجد صافي، جا سوقيت هاد الغداء. صراحه انا راه كنحمق على كسكسو وتنحمق على نهار الجمعه، وماشي اي كسكسو اختي، عزيز عليا كسكسو ديال ماما صراحه كديرو زوين. كون جات عليا انا كراني كل جمعه كنجي نتغدى عند ماما، راكم عارفين كسكسو كيبغي شويه الجماعه، واخا كنديرو مره في داري وكتعطيني جارتي حتى هي الله يكثر خيرها، ولكن كسكسو اختي كيبغي الجماعه. المهم هنا حطينا الغديوه ديالنا والبينه، واخا انا صراحه ما عنديش مع اللبن، ولكن راكم عارفين كسكسو ضروري من البينه في الطبله. ايوا صافي تغدينا، ومن بعد فاش ساليت كنصوب واحد الكريمه ديال الكيكه جبتها معايا، بغيت نكمل ليها الزواق ديالها. هنا غادي نستعمل هاد كريم باتيسيير ديال الشكلاط، كتكون جاهزه اختي ساهله مالا. عندي هنايا سيترو ديال الحليب، درت فيه تقريبا 4 المعالق كبار ديال سنيده. هاد الكريمه هادي كتبغي شويه تجي حلوه، داكشي علاش درت زعما كثرت شويه من سنيده. المهم على حسب كل واحد يدير القياس اللي بغى. وزدت هنايا 3 المعالق كبار ديال هاد الكريم باتيسيير ديال الشكلاط صافي. ومن بعد منين درتهم بديت كنخلط بالفوي قبل ما ندير على البوطه، خلط داكشي مزيان مزيان باش ما كيبقاش هكا مكور، ضروري ما تخلطوها مزيان. عاد من بعد رديتها فوق البوطه وشعلت عليها العافيه تكون متوسطه شويه، وبديت كنخلط او ميم طون ما كنحبش، حيت كريم باتيسير كيما راكم عارفين دغيا كتبدا تعقد وكيخصك تقابليها. المهم هنايا من بعد كيما كتشوفوا راه بدات كتعقد ليا. هذه هي الكيكه اللي صوبت، ما شاركتهاش معكم، شي نهار غادي نشارك معكم المقادير ديالها وكيفاش كنقادها، صراحه كتجي زوينه كنسقيها بالقهوه. وصافي هنايا درت لي هذاك كريم باتيسير، حاولت انني نبدا نزرب دغيا حيت دغيا البنات كتبدا تعقد راكم عارفين. المهم اختي هنايا كنشارك معكم داكشي اللي كنصوب وصافي، اما راه حتى واحد ما غتخفى عليه. وهنايا بديت كندير الشكلاط، بغيت نزوق هدرت الشكلاط في هذا البلاستيك هذا، ولكن جاوني الخطوطه غلاضين سبحان الله، اليوم ما صدقاتش ليا كيف ما ديما. معليش اختي نتوما راه عائله ديالي والحباب الدنيا هانيه ماشي مشكل. هنا بديت كنزوقها بهذا الكيغلون هذا صافي، بغيت نديرها على الشكل ديال الملفي. ومن بعد وصلت ديك الخمسه دارت لينا ماما واحد القهيوه باش نهضموا بها، واخا صراحه كنا مازالين شبعانين قلنا لا دير لنا غير قهيوه صافي، كنت غير انا وياها وجداتي. وحطينا داك الكيك، درنا قهيوه اللي قسم الله، وهذا ما كان شربنا قهوه حيت كنا من بعد غادي نخرجوا نمشيو عند جداتي. وصافي هذا ما كان، يلا البنات ها نتوما معايا. وهنا رجعت معكم البنات اختي في هذا الفلوق، غادي تبقاو تشوفوا غير الكوزينه والطياب الكوزينه هذا الويكاند، وقيله برعايه طياب الكوزينه. لقيتونا دابا يلاه جينا عند مي، كاينه غير حدانا جداتي عمت ماما. ايوا اختي حنايا معروضين جايين ضيافه، قالين كيزيدونا الكوزينه
غنشوفو زايده كيزيدو لنا الكوزينه. قالت لماما اجي نصب عليا الدجاج غير تنضحكو. ايوا وهي ماما بعدا سلمي عليهم. السلام عليكم البنات، دايرين لاباس عليكم؟ اش كتعاودوا؟ كلاتكم عشي برد؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وشكرا بزاف اللي مساندين الوئام ومعاونينها، الله يجازيكم بخير. ومرحبا بكم معنا. ايوا هانتوما معانا ديالي وهانتوما معانا. شنو غديري اختي هنايا؟ الدجاج، درنا شويه ديال الدجاج. ايوا غادي دير العطريه المعتاده. ايوا مزيان العطريه. نشاركوا معكم البنات المهم شنو كنديروا في الدجاج المحمر ديال ماما، راه كيجي صراحه زويون. المهم هنا قاصه كدير العطريه، شويه البزار، شويه ديال السكينجبير. المهم هذا طياب ديال الزربه، هذا طياب ديال الزربه. صراحه كاع ما كنا عوالين، غير جينا وجات بنت عمت ماما معانا. ايوا قالت لها امي ديري نصبي لنا العشيوه. ايوا بغينا نشاركوا معكم هذه العشيه هذه وباش ما كانوا صافي اختي، باش ما نغبرش عليكم بزاف. كيقولوا لي في انستغرام صوري مع ماماك، راه كيعجبونا الفيديوهات ديالك انت وماماك. هاي اختي ماما معاكم اون بيرسون. ماما ولات دابا عزيزه عليكم ماما كثر مني. شكرا بزاف على حقكم، بارك الله فيكم. درتي دابا شنو؟ ريحانه باغا تدخل معانا حتى هي في الفيديو. بنت حبيبي هادي. ايوا هنايا درت العطريه، درت قزبر ومعدنوس، شويه ديال الثومه. المهم راه كلشي صراحه كيعرف الدجاج وكيعرف النصيب ديالو، حنا غير بغينا نشاركوا معاكم شنو كنديروا. صافي البنات وها نتوما معانا. وصافي هنايا من بعد ما دارت العطريه كامله خلاص راكم عارفين، زدت شويه ديال الزيت العاديه وشويه ديال الزيت الروميه، وغترد هذا الشيء يتقلى وتديك ساعه على الدجاجه ديالنا اختي حتى طيب. وها نتوما معانا البنات. البنات كي صبحتوا اختي لاباس عليكم؟ كلشي بخير. غبرت عليكم البارح ما عاود صورت معكم والو، راكم شفتوا. مهم من مورا ما تعشينا بارطاجيت معكم داكشي، من مورا ما تعشينا بقينا جالسين اون فامي، راكم عارفين فاش كنتلاقاو، بقينا كنتجمعوا، بقينا كنهضروا. نسيت التليفون انني زعما خاصني نكمل لكم لا فيديو داكشي. صافي وانا نعكس قلت صال الصباح اختي ونهضر معاكم، لقيتوني دابا جيت باش نخصم لكم اختي هذا الفيديو هذا. المهم ما غبرتش عليكم، درت لكم فيديو خفيف وظريف اختي غير باش ما نغبرش عليكم وباش ما تنساوش ويام فلوغ عندك اختي، تنسي قناه ويام فلوغ. كنتمنى البنات هذا الفيديو يكون عجبكم ونال الاعجاب ديالكم زعما وجاكم خفيف ظريف على قلبكم. تنسينيش اختي بلا لايك لما زال ما درتيهاش، ديريها دابا باش ما تنسيهاش قبل ما تشوفي الفيديو وتخرجي وتخليني. ديروا لي لايك، خليوا لي بزاف ديال التعاليق، حيت هذوك التعاليق البنات فاش كنقراهم والله الا كيعجبني الحال كنتشجع. واخا ما كيكون فيا اللي صور تنقول صافي ماشي مشكل غنوض نصور على ود دوك التعاليق ولا ميساج اللي كيجوني في انستغرام ديالي. حتى هما بزاف الناس كيقولوا لي راه كيعجبونا الفيديوهات ديالك زعما بقيت بارطاجي معانا اي حاجه وداكشي. انا غادي نخلي
لكم انستغرام ديالي هنايا باش الناس اللي ما داخلينش عندي ما كرهتكمش تشرفوني تما، راه ما كنغبرج واخا كنكون في يوتيوب بعض المرات يومين ولا 3 ايام ما كندير شي فيديو، لا راني في انستغرام صراحه ديما كنصور فين كنمشي وفين كنجي وداكشي. بالنسبه اختي الناس اللي عزيزه عليهم وي ان فلوغ، الناس اللي كيبغاو يتبعوني دائما كنقول لكم دخلوا عندي انستغرام، وهذا ما كان غادي نسمع معكم اختي هذا الفيديو هذا، جيت غير باش نختمو معكم نقول لكم السلام عليكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي، بسلامه.